يعني هادي رح روح لمحطتنا الصحية والطبية تحديدا، رح نحكي فيها اليوم عن حالة شفناها كثيرا خلال طبعا بعد الكارثة مباشرة، أخبار كتير متواترة وراء بعض وأيضا إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي رفعت حالة الخوف والقلق والترقب عند الناس من ما هو قادم. البعض صار يتوقع وصار في عنا ناس عانت من شيء اسمه رهاب ما بعد الزلزال. صحيح. صارت تتوقع أنه الأرض عم بتهز، صارت تتخيل أشياء. طبعا من كتر الأخبار اللي كانت عم تتواتر، الناس اللي عندها أمراض زاد، أمراض مزمنة إن كان سكري أو قلب، زاد توتر هذا الشيء عندهم. ولكن سمعنا خبر بطرطوس وتحديدا من كم يوم أثناء الهزة الارتدادية الثانية اللي كانت قوية، أنه في صبية بمقتبل العمر جتها سكتة قلبية بطرطوس. طبعا هي ما كانت الحالة الوحيدة، في حالات متعددة من هاي الأمراض، أكثر من 200 حالة دخلت إلى مشفى حلب بعد هذا الموضوع، وكان أغلبها هي حالات خوف ورعب. لنتعرف أكثر اليوم عن أسباب هذا الشيء اللي عم بيصير وقديه بتأثر موجات الخوف والهلع على القلب. رح يكون معنا طبعا ضيفنا الدكتور أحمد العايد وهو اختصاصي بأمراض القلب. صباح الخير دكتور أحمد. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح النور. بالبداية دكتور، يعني اليوم كتير من ضغوطات الحياة النفسية والجسدية والمشاكل اليومية يلي كلنا منمر فيها بصير عنا يعني تولد ردات فعل، انفعالات شديدة، توتر، قلق، خوف، هدول الأمور كيف ممكن يأثروا على القلب اليوم وصحته؟ الحقيقة القلب هو يعني أول عضو بيجاوب على أي مؤثر خارجي، أي توتر، أي انفعال، مهما كان نوعه سلبي أو إيجابي. للأسف هلا بهالمشاكل الطبيعية اللي عم تمر فيها بلدنا الآن عم يصير هي الخوف والقلق أكثر شيء. طبعا في رابط وفي علاقة وثيقة ما بين الحالة النفسية والقلب بالتأكيد. بس بهالمجال المفروض نقسم نحن مرضانا أو الناس لثلاث مجموعات. مجموعة اللي عندهم أساساً مرض قلبي شو ممكن يصير فيهم؟ المجموعة الثانية هن اللي عندهم عوامل خطورة مثل ارتفاع الضغط أو ارتفاع السكر مثلاً لكن ما عندهم مرض قلبي. المجموعة الثالثة هن الناس الأصحاء. خلينا نبلش بالمجموعة الثالثة الحقيقة، لأنه هي اللي عم نسمع عنها كتير، انه نتيجة الرعبة او هي صار توقف او شيء، هو في شيء من هالصحة، ممكن يكون في مبالغة لكن في شيء من الصحة هذا الامر وان كان قليل ونادر. الحقيقة نتيجة الخوف جسم الانسان برد كردة فعل على هالموضوع عن طريق تفعيل الجهاز الهرموني العصبي وإفراز كمية كبيرة من الهرمونات العصبية الغدية اللي هي على رأسها الأدرينالين والنور أدرينالين. مثل ما معروف هي الهرمونات اللي بنسميها هرمونات الشدة لما تفرز بكمية كبيرة ومفاجئة بتؤدي لتسرع شديد بالقلب وبتؤدي لارتفاع شديد بضغط الدم. هلأ معظم الحالات تمر بسلام، بس بيحس أنه عبارة عن خفقان وممكن ضيق نفس، ممكن تعرق شديد يصير، بعضهم بيوصل لحالة إغماء، ممكن هالأمر. هلأ المشكلة بتصير عند الناس اللي عندهم بالأصل شذوذ كهربائي، في حالات بنسميها تطاول QT أو يعني موجة شاذة بالقلب خلقية، هي ممكن ما تكتشف إلا بمراحل متقدمة. في أنماط منها على الخوف الشديد ممكن يحصل توقف قلب، ممكن توقف قلب كامل، أو ممكن يمر بمرحلة اسمها رجفان بطيني اللي هو تشبه توقف القلب، بضل ثواني وبعدين بصير في توقف قلب كامل. هي بالنسبة للناس الأصحاء. هلأ الناس اللي هن مرضى بعوامل خطورة مثل ارتفاع الضغط، ارتفاع السكر، لكن ما عندهم مرض قلبي، ممكن يصير عندهم تفاقم بالحالات هاي، ممكن مثلا ارتفاع ضغط شديد أو ارتفاع سكر شديد، وهذا بيؤدي لمشاكل قلبية آنية أو باللحظة نفسها. هلأ الصنف الثالث خلينا نقول أو المجموعة الثالثة من الناس هن الناس اللي عندهم أمراض قلبية أساساً وعم ياخدوا أدويتهم وعلاجهم مستقر وضعهم على أي توتر أو انفعال ممكن أنه تنكسر هالمعاوضة أو هالاستقرار وترجع تظهر عندهم أعراض، ممكن يصير خناق صدر غير مستقر، ممكن يدخلوا باحتشاء عضلة قلبية، ممكن أنه يصير نوع من تسرعات القلب أو قصور قلب أو وزمة رئة،
هي المجموعة اللي هي خلينا نقول أكثر تأثراً بعوامل الشدة، الخوف أو القلق. نعم. طيب دكتور، نحن بنعرف أنه يعني بهي الحالات الناس بتحاول تعمل ولو إسعافات أولية لبين ما يوصل المريض إلى المشفى أو إلى سيارة الإسعاف، وبتختلف هي الإسعافات بين الشخص اللي أصلاً بياخد دواء مثل ما حضرتك حكيت، أو بين الشاب أو الشخص اللي ما عنده مرض قلبي وتعرض لهذا الموضوع بشكل فجائي. ممكن نعرف كيف بيتم التعامل مع الحالة، كل حالة على حدة، يعني إرشادات بسيطة لحتى نساعد فيها الناس في حال حدث مثل هذا الشيء؟ الحقيقة بالنسبة لمرضانا، أول شيء بنأكد على ضرورة الالتزام بالأدوية ما أمكن. طبعاً لا حول ولا قوة قدام مريض يعني فقد أدويته أو فقد الأدوية كلها أو منزله أو بس يعني ما أمكن. هلأ بعض الناس قدروا مثلا يحتفظوا بأدويتهم بفحوصاتهم إلى آخره، ما أمكن يعني كميات أو أوراق قليلة، الأدوية كمان حجمها قليل، ممكن الإنسان يحتفظ فيها. لازم دائما بحقيبة صغيرة نضل مجهزين حالنا لهيك شيء. هنا بيقولوا طبعا انه الثبوتيات، الهويه، الجواز، كذا، الاشياء الثمينه المهمه بنحطها بالحقيبه، والاشياء من الاشياء المهمه القيمه والثمينه هي الادويه اللي لازم نحطها بهالحقيبه الاسعافيه. خليني اقول اللي وقت اللي بصير اي شيء لما بدنا نترك المكان يكون بايدنا هي الحقيبه. نحاول نلتزم ما امكن بموضوع الادويه. ما بقدر انا والله مريض ضغط لانه هلا مارق بمشكله او بكارثه او له لا تاخذ ادويتك، او هو يحمل حاله لانه راح يدخل بمضاعفات ومشاكل فوق مشكلته بالمنزل او العائله، او هي بصير عنده مشكله كمان صحيه. فالالتزام بالادويه ما امكن. مراجعه النقاط الصحيه المنتشره اللي صارت بالعكس كثيره، يعني هلا الحمد لله ومتوفرة، وقامت الجهات المعنية وزارة الصحة وكل الوزارات الحقيقة الثانية بتأمين أماكن لفحص ورعاية المرضى المصابين بهالكارثة اللي صارت. هلأ بالنسبة للإسعافات الأولية خليني أقول مثل أي حالة، يعني سواء كان ناتج عن كارثة أو نتيجة يعني شدة طبيعية، فالمفروض أنه يكون مثلا محاولة انعاش قلبي رئوي بنسميه في حالة التوقف، توقف القلب. لكن للأسف قليل اللي بيعرفوا يعملوا الانعاش القلبي الرئوي بهيك حالة اللي هو الضغط على الصدر في حال توقف القلب. هلأ في حالة مثلا تسرع القلب وهبوط الضغط بنخلي المريض بوضعية استلقاء وبنحاول نرفع له إجراء لحتى كمية الدم اللي بالأطراف السفلية ترجع تروي الدماغ لحتى ما يصير في أذية دماغية عند المريض، لأنه مثل ما معروف انه اذا طول فتره التوقف او هبوط الضغط ممكن يصير في اذيه دماغيه عصبيه. طيب دكتور، خلينا نتعرف اكثر على الاسباب النخزات اللي بتجي فجاه بتصيب القلب، امتى ممكن تكون خطيره، وهل هي فعلا لها علاقه بالخوف؟ طبعا هي لها علاقه بالخوف، لها علاقه بالفرح حتى، يعني بعض الناس لما يضحكوا زياده ويصير عندهم النخزات. هي مصدرها عضلي عصبي الحقيقه، هي مو قلبي اكيد يعني. الألم القلبي غير ناخذ، ما بيجي بشكل نغزة، يعني نادر جدا ما نشوف مريض اليوم قلبي اليوم فصل الشتاء، يعني متوقع أنه تكون القصة من البرد. البرد ممكن يساهم لأنه كمان البرد ممكن يعمل مشاكل هضمية بالمعدة والكولون، والمعدة والكولون ممكن يعطوا ألم صدري أو هنا ألم بطني الحقيقة، لكن هو منعكس للصدر بيعطوا شكل من نغزات ممكن يحس فيها الإنسان بصدره. لكن هي غالبا هي تشنجات عضلية عصبية بنسميه ألم هيكلي. الألم الهيكلي يعني هو جدار الصدر اللي بيتألف من العظام، العضلات، الأعصاب، هي كلها ممكن تعطي هيك نغزات. طبعا البرد عامل أساسي، المنبهات، الدخان، بس على رأس كل هالعوامل هو الشدة والتوتر النفسي أكيد. أكيد دكتور أحمد، يعني كثير بنسمع من أشخاص بيقولوا أنه الناس صارت بتعرف أنه في بعض الحركات أو الأعراض اللي لما بتمر معناته الشخص عم بيعاني من جلطة قلبية أو رح يصير معه جلطة قلبية، اللي هي الخدر بالإيد، الشعور بالألم. ولكن الناس بتقول هل أنا ممكن إذا شفت شخص وقع أو أصيب مريض قلب ما أنا بقدر أعمل له إنعاش، ولا رح يوقف القلب، وإذا وقف القلب خلاص الإنسان توقف الدماغ، وكل هاي المعادلة الطبية، شو ممكن نعمل بهذا الوقت؟ هلأ أهم شيء قدام إنسان يتعرض لأزمة قلبية أنه الراحة، يعني ما نحاول نخليه يمشي مثلاً أو يبذل جهد إضافي أو يحمل شيء ثقيل. الراحة مباشرة لو كان بالشارع حس بألم صدري، حس
ببداية الأعراض القلبية يجلس حتى بالطريق، معلش. الراحة بتخفف من جهد القلب، من عمل القلب، بالتالي أنه بتخفف الأعراض وبتخفف حاجة القلب للأكسجين. فكتير مهم الحياة قدام هيك حالة، الراحة أول شيء. بعض المرضى بنوصيهم أنه يحط حبة تحت اللسان. هلأ مو أي مريض بيأخذها بالتأكيد، هي الحبة تحت اللسان بتكون موصف له، يعني بتكون موصف له أكيد، أو بإشراف طبي وقت اللي طبيب بيشوفه هو بيقول له خدها بيأخذها. مرضانا اللي بنقول لهم هالكلمة هي مفروض دائما يحتفظ ببعض الأدوية مثل ما قلنا، على رأسها هي الحبة تحت اللسان اللي وقت الألم وقت الأزمة هي عبارة عن موسع وعائي تنحط تحت اللسان، تأثيرها سريع بيكون خلال ثواني، ممكن يبدأ تأثيرها لدقائق وبتضل فترة نص ساعة لساعة تقريبا فعالة، بتوسع الأوعية وبتخفف كتير من الأعراض القلبية. نعم، يعني مثل ما شفنا دكتور، يعني هي يمكن هيك خطوات بسيطة بتساعد الناس، وحكينا هيك بشكل مفصل. هل في معلومات أيضا لازم اليوم حدا يعرفها من كل يلي عم بيتابعنا، سواء المرضى القلب أو غيره، من بعض الإرشادات بتحب توجهها اليوم عبر شاشتنا؟ أول شيء قلنا الالتزام بالأدوية، يعني طبعا الابتعاد عن العوامل المؤذية. طبعا يعني شاهدنا حتى من خلال الصور والهي من أخوتنا الله يعينه، الناس اللي مهجرين أو مكوبين نتيجة زلزال، بعضهم لسه عم يدخن، بعضهم لسه بيأرجل، بعضهم يعني الحقيقة شيء غريب أنه رغم هالشيء ما زلنا، يعني هو بيعزيها لأنه متوتر بده يدخن، بس الحقيقة هو حتى لو كان مبسوط بده يدخن، لو فرحان بده يدخن، ما نربط الحقيقة بمواقف الشدة أو الحزن. نصيحتنا بلاها بيكون أفضل أكيد الالتزام بالأدوية، وقدام أي أعراض مراجعة أقرب مركز طبي، مراجعة الطبيب أو مركز صحي قريب له بأي طريقة لتلقي الخدمة المناسبة والعلاج المناسب. تمام دكتور، خلينا نعرف أكثر منك، يعني تأثير الكبت أو الكتمان اليوم في أشخاص ما بتعبر عن الشيء اللي عم تحس فيه، بتكون خايفة من جوا بس ما بتحكي، هذا الشيء قديش غلط وقديش ممكن يأثر على صحة الكبت؟ أكيد هذا جزء من التوتر النفسي اللي ممكن يصير في حالة نحن بنحكيها وحكينا كثير عنها سابقا، هي متلازمة القلب المكسور اللي بصير نتيجة شدة عاطفية أو نفسية قوية. شو مقصد دكتور بالقلب المكسور؟ القلب المكسور هو بصير في خلل بتروية القلب، بيؤدي خلل مفاجئ بتروية القلب نتيجة شدة نفسية قوية، بيؤدي لضعف بعضلة القلب بمكان معين من القلب، ما بصير ينبض مثل بقية الأقسام. القلب مفروض ينبض ككتلة واحدة بانسجام ما بين الجدر المختلفة للبطين الأيسر لحتى يأمن ضخ الدم لكل الجسم. منطقة معينة من البطين الأيسر ما بتعود تعمل كما ينبغي، ممكن تعمل بالعكس أثناء الانقباض، هي تعمل انتفاخ لبرا. حتى يعني موضوع انتفاخ القلب، لما نحن بنستعمل تعبير الدارج أنه نفخت لي قلبي، هو الحقيقة مضبوط في هيك شيء، أو تقطع القلب. هلا أكثر من تعبير مستخدم عالميا هي الحقيقة، انه بسموه بالونينج، انه يصير مثل بالون القلب بهيك حالة جزء منه. هي اغلبها هي حالات غير خطرة، طبعا تتشخص عن طريق التخطيط وإيكو القلب والقسطرة القلبية اللي هي اساسية بهيك موضوع لحتى نتأكد شو القصة او شو صاير وراء الاعراض تبع المريض. معظمها بتتراجع بالعلاج الدوائي، ما في حاجة لعمليات أو تركيب شبكات أو شيء، هي علاج دوائي بيمشي الحال في أغلب الحالات. أكيد، يعني دكتور اليوم معلومات جدا قيمة أخذناها من حضرتك، نتمنى نكون قدمنا هيك نصائح لكل يلي عم نسمعنا. شكرا كثير لوجودك دكتور أحمد. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتور أحمد.